الاكوتي. من ايفوسا الاكوتي في الشمال لاحمد قناوي خد له مكان وبيكمل معاها ايفوسا مره ثانيه. عايز اوت، عايز فاول، عايز كورنر، لكن اتخلقت له مساحه من احمد شديد، فات وعدى ومرر وامير عبد الحميد لسه فيها خطوره والهدف الثاني. خلصت المباراه، خلصت المباراه. احمد شديد قناوي يسجل الهدف الثاني ويؤكد انه سبق رابحا للنادي المصري. قلت لكم قلبي بيقول لي كلام ان لسه في جوان، وهذه هي لقطه اليوم. كل بورسعيد فوق احمد شديد، هدف ولا اجمل، كره ولا اروع، الموال ده للضايع. ادي الهدف الثاني، انقذ امير وراحت من راس احد المدافعين عشان يسدد شديد قناوي. ادي اللعبه، احمد سيد بدل ما يطلعها الجنب طلعها الشديد، يقبل الهديه لان